سخر الله هذه ما قدروش التماسيح والعفاريت يمنعوها لان جلاله الملك سمح بها. الله يحفظه ويبارك العمر ديالو. وقلت لكم هذا الشيء وعاودت لكم ونعاود نعاود لكم انه سيدنا واحد النهار في المجلس الوزاري ملي كملنا دخلني لواحد البيت، دخلت انا وياه، جا المخزني قال له نعم سيدي واش نعيط على 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 المستشارين؟ قال له لا، بقيت غير انا وياه. قال لي السيد الكيران داك الشيء اللي بغيتي دير ديال الارامل نديرو. تاثرت تاثرت وبكيت وبسلو يدو وشكرته. قال لي السيد الكيران مو ميم جو سوي سولاجي، حتى انا الان كنرتاح. هذا هو الملك ديالنا تيسحب لكم تيسحب لكم. حنا كنجاملوا الملك ديالنا، حنا ما كنجاملوش. هذاك الملك ديالنا عشنا معاه وعرفناه عن قرب وعرفناه كيفاش كيحرص على بلاده وعلى مواطنيه ولكن هذه دولة فيها أنواع مختلفة من مخلوقات الله، ولا بد يكونوا فيها التماسيح ولا بد يكونوا فيها العفاريت. فقدر لي درتي